أنا اسمي عبد العيسى وعمري 13 سنة. كان عمري 8 سنين توفى أبوي. كان راين عند بيت جدي ضربة الطيارة. هلق أنا ساكن بالبيت مع أمي وأخواتي مع أخوي وخمس بنات. هاي مدرستي أحب أتعلم فيها وأدرس مع أصدقائي. ها صفي وها صف الخامس. هذا إيهان صديقي وأحب أشوفه ونحب نتعلم. هواياتي المفضلة الرياضيات والعربي. أحب أصير بالمستقبل أستاذة لغة عربية. شكرا للنيشن لأنكم تقدمون التعليم وجزاك الله خير.